بالنسبه للاقتراح الثاني، عندي واحد البريوش بحشوه ديال الطاكوس. غادي نخدم العجينه، ناخذ فيها نحتاج لها 600 غرام ديال فورس ابيض. نحتاج لها شي جوج معالق ديال حليب غبره، جوج معالق ديال السكر سنيده، واحد الفرماجه مثلثه، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، واحد القبيصه ديال الملحه، واحد الخماره من فئه 8 غرام، وغادي نجمعها بالمدافي. بما ان الحل بارد غنديروا المدافي. انا نورمالمون البريوش كنجمعهم غير بارد، ولكن كيكون الحل بارد كندير شويه ديال المدافي. غادي ندلك هاد الدلكه الاولى مزيان، وغادي ندير لها واحد الفيلم اليمونتير ونخليها حتى تخمر. من بعد غادي نديكازيها ونخليها كتروح نحيد لها الهواء، وبما غادي نخليها تربح بما وجدت لها لافار. الحشوه غادي نحتاج ليها واحد البصله متوسطه، غادي نشلضها مزيان، وغنديرها في مقيله مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. غنديها ونجيبها حتى كتنزل ليا ديك البصله، وكنحطها على جنب. غنحتاج كذلك جوج ديال الفلافل، غادي نشويهم ونغسلهم، ومن بعد غادي نقطعهم مربعات، وكذلك غنديرهم نفس الطريقه، نشحرهم بشويه ديال الملح والزيت والبزار نحطهم تما على جنب. غنحتاج واحد رابعه ديال الصدر ديال الدجاج، واللي بغات ديال الكفته تقدر ديرها. الصدر ديال الدجاج غنقطعو مربعات، غادي نرقدو في نص كاس ديال الخل، واحد البصله صغيره محكوكه نحيد لها الماء ديالها، واحد معلقه صغيره ديال القرفه، واحد معلقه صغيره اولا راس معلقه صغيره ديال الثومه غبره. وهادشي كله غادي نرقدو مع داك الصدر ديال الدجاج واحد ساعتين من قبل، منين غادي يترقد ليا مزيان. غادي نشحرو كذلك بشويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار حتى غينشف ليا الدجاج. ملي غيطيب ليا داك الدجاج غنزيد عليه ديك البصله اللي شحرت من قبل والفلافل. غادي نزيد على هادشي كله شويه ديال الزيتون مقطع، قياس واحد الكاس ديال العنبه، وغنطفي البوطه، وغادي نزيد الفرماج محكوك. اي فرماج عندك تقدر تحكي وتخدمي به. هذه هي لافار. غادي ناخذ نرجع للعجينه ديالي، غادي نطلقها بالطحين على شكل مستطيل، وغادي نجيب لافار ديالي غادي نحطها في الجنب. انا حاجتي هنا غادي نلولي بحال غادي نصاوب لي شناك. غنصاوب واحد البودان. هاد البودان غادي ندهنو، منين غادي نلوي مزيان غادي ندهنو بيضه مطربه مع شويه ديال الخل اولا شويه ديال الحليب باش كتحيد لي ديك الزفوريه. وغادي ناخذ واحد المول اللي كيكون مثقوب من الوسط، كان كنخدمو فيه الكيك. غندهنو مزيان بالزبده ونرشو بالطحين، وغناخذ هاد البودان ديالي غادي نخشيه وسط من المول، يعني غادي يجيني حتى هو على شكل كيك. هو بريوش غيجي على شكل كيك دائري. غادي نلاصقو من الجنب، وغادي ندهنو من الفوق كامل بداك البيض، وغادي نرشو بشويه ديال البافو اولا بشويه ديال الجنجلان بيض، ونخليه كذلك في الفران او نسد عليه الفران حتى يخمر، وغادي نشعل عليه الفران ونخليه يطيب. حتى هو كيجي في المذاق غزال، وحتى في المنظر كيجي شويه مبدل على ديك البريوش الاخرين. توكل عليك، الله يعطيك الصحه على هاد الاقتراحات. الله يخليك. لاله سناء، الله يخليك.